بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا المشاهدين الكرام، أخواتنا المشاهدات الكريمات، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نسأل الله لكم ولنا ولأمتنا أطيب الأوقات، تفريج الكربات، كشف الغمات، يا مجيب الدعوات، آمين. وضعنا الحقيقة يضيق القلب ويضيق النفس والنفس، ونسأل الله فرجا قريبا عن هذه الأمة. يعني 1700 مليون مسلم، حوالي 500 مليون عربي، لا طعم لا لون لا رائحة لا وزن لا قيمة لا دور لا وظيفة. ممض مؤلم واقع العرب والمسلمين، ويعني ما يبدو من مخارج قريبة. نسأل الله فرجا عاجلا قريبا، والأمة ينبغي أن تعمل حتى تخرج من هذه الوهدة التي سقطت فيها. نريد أن نشم أنفاس من العزة والكرامة، آن أن تجتمع الكلمة، ومن ظل الشتيت متناقض متدابر متحارب متعادي، وعلى الأعداء منشكحين منشرحين، والترحيب سبحانك من 100 سنة لم يتغير علينا شيء، انضمينا للحلفاء ضد المسلمين، والآن ما زال الأمر على ما كان. نسأل الله أن يعني يعود الوعي المفقود والغائب، يعود إلى العقول والنفوس، وتصفو النفسيات من الأكدار والسواد الذي يعتمل في داخلها. يا رب فرجك القريب، اجعلنا نصرة لهذا الدين، حملة لهذا الدين، دعاة لهذا الدين، مذكرين للمسلمين، آمين يا رب العالمين. وبعد، عنوان هذه الحلقة هو عنوان حلقة كنا سنشارك فيها، لكن عدونا يملك ناصية الإعلام والعالم، فاعتذروا لأنه قالوا قامت ضجة على مشاركتنا يعني في تلفزيون عربي إسلامي التوجه في لندن، وإذ بهم جاردين كل حلقاتي وما أتكلم عن فلسطين وغيره، فقالوا هذا. فاتصلوا أخوانا قالوا احنا نعتذر، يعني لهم متوقع هذا، يعني يملكون ناصية العالم يا أمة يا عربية، كيف كيف؟ قال يا شيخ ما هو كلمتهم واحد. طب وحدوا كلمتكم يا أخي، وحدوا كلمتكم، وعندهم قروش، ما قروشكم أنتوا. يعني بده الإنسان ينفعل من أول الطريق، لا إله إلا الله. على كل حال، عنوان الحلقة قلنا فلسطين أمانة والتطبيع خيانة، عنوان مستعار، لأنه كنت سأشارك في تلك الحلقة، لكن عشان نقول لهم إنه لئن حجب عنا الظهور هناك إن شاء الله تعالى لا يحجب صوتنا هنا بإذن الله. يعني تخنقوننا في أوطاننا، يعني ما معقول، محتلون أرضنا ومحتلون صوتنا، يا رب عفوك، ليش تنفعل؟ طفي يا طفي يا معود، طفي، نحاول نطفي ونعيش في ظلال الآية الكريمة، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. 8 كلمات من سورة الأنفال، نعيش في ظلالها بعض الوقت إن شاء الله تعالى. نتحدث عن عنوان الحلقة طبعا، يعني ثم رقم 3 كلمة إلى الأسرى، ثم رقم 4 تعريف بكتاب هذا الكتاب الذي سنعرف به إن شاء الله عندما يحين وقته، ما ندري متى يحين وقته، 10 الثورة المصرية والتونسية، أولا طبعا ثورة الياسمين رقم 1، وعودة الثورة في تونس من جديد، وخنق
عودتها في مصر، لأنه القبضة من حديد مش من حرير، لا احنا ما نسمحش. طب ليه سمحتوا أول مرة؟ كلمة عن اللغة العربية. ثم سادسا، فرنسا ماكرون لا تعتذر للجزائر عن 1.5 مليون من الشهداء. أنا ما بعتذر، أعتذر عن إيش؟ كلهم 1.5 مليون قتيل، يعني شو المشكلة؟ وكم قنبلة ذرية فجرناها في صحراء المغرب، وما زال التلوث الذري حتى الآن، أعتذر عن إيش؟ وحاربنا دينكم والإسلام في بلادكم، أعتذر عن إيش؟ مش فاهم يعني. ومصصنا ثرواتكم وخيراتكم، أعتذر عن إيش؟ قلنا سلامتك ماكرون، لا العفو، أنت ما صنعت شيئا إلا خيرا مستر ماكرون، أسأل الله لك يعني ما تستحق عاجلا قريبا. حصاد 2020 صهيونيا رقم 8 ولا كام، المتظاهرون الصهاينة لن نتصالح معكم، يهتفون يا شعوب التطبيع وأنظمة التطبيع، الشعوب سكتت والأنظمة سرحت في الشعوب. نقول لكم من صالحتموهم يهتفون بالشوارع عشرات الآلاف، لن نتصالح معكم، ويقولون لتحترق قراكم، ويقولون إن كان بيعني لكم شيء أو لا يعني، والله ما نعرف. محمد مات، محمد مات، والباقي معروف. يا أيها الزوات، يا من يعني ابتساماتكم من هنا إلى هنا تطبيع، بقول لك أنا بحترمكش ومش مطبع معاك، ولن نصالحكم، وتحترق مدنكم وقراكم وبيوتكم. ومحمد حاشا لمقامه العظيم، أمته حية لكنها مكبوتة، أمة محمد مخنوقة، أمة محمد رجال آساد لكنهم مخنوقون من إيش؟ والله ما نعرف، أنا والله ما نعرف. نتنياهو في الخرطوم، سنسمه على الخرطوم إن شاء الله. والبرهان يهديه سلاحا ناريا، البرهان عبد الفتاح البرهان، أهلا أهلا يا برهان، وبرهنتنا يا برهان، برهنتم على أنكم مرتبين مزروعين من بدري والناس لا تدري، ما احنا نايمين على ودنا من بدري. يا الله عليه العوض. الأزمة الاقتصادية في الأردن، الصحفيين بيقترحوا أنه يعني يتشارك القطاع العام مع الخاص، وأنه المواطن يتحمل دوره. هنشوف ايش بيطلع معنا في الكلام. مظاهرات روسيا ضد بوتين، عباس ودحلان مالهم؟ دحلان بيتكلم عن عباس كلام من قاعدست. طب وانت مالك؟ انا بدي ادافع عن عباس يعني، مش عارف، او على الاقل بنذكره يدافع عن نفسه يعني. هذا مزلمتكم هذا صح، وقوى عالمية تدعمه، احنا فاهمين اللعبة اخ عباس، في قوى عربية وقوى عالمية تدعمه تجعله نجما عالميا، ستار دحلان توينكلينج في كبد السماء يتلألأ دحلان. الله أكبر، الله يكثر فينا من الدحالين، لأنه هذا الحقيقة عبقرية فذة، فذة مرة، فذة مرة، إي والله فذة مرة. باب اليونان بيقول الإسلام ليس دينا، أمال إيه يا مستر أسقف اليونان الكبير؟ الإسلام ليس دينا، مش عاوز أقول لك وانتو إيه، بلاش مش مناسب. بسم الله نبدأ في ظلال الآية. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، مولاه يناديه بأشرف مقاماته النبوة، النبوة والرسالة، يا أيها الرسول أحيانا، يا أيها النبي أحيانا، صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي، سورة الأنفال، سورة غزوة بدر، سورة المواجهة الأولى بين الإيمان والكفر. كان المسلمون يودون غير ذات الشوكة، وأراد الله لهم أن يواجهوا ذات الشوكة ليعز الإسلام في بدر الغزوات، غزوة بدر، القمر بدر، والمكان بدر، ويقود الرجال بدر البدور صلى الله عليه وسلم. فالمناسبة مجتمعة من كل أطرافها، وكان النصر
القلة انتصرت على الكثرة، 200 جمل مقابل 1000، وهكذا قل في الأحصنة يعني الصحابة 313 وذولك 1000 بينهم عتاولة، وكان النصر. فمولانا بيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي يكفيك الله، حسبك الله ومن اتبعك من الكافرين. يعني الواو عاطفة مثلا، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أيضا حسبهم الله، يستقيم المعنى تماما. أو يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله تعالى جعلهم أيضا جزء من شد أزرك، الله ناصرك بالمؤمنين. ولهذه الآية نظير أولا: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هذا يعزز التفسير الثاني، إذا رآه البعض ممتنعا، لا ليس ممتنعا، أهو هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إذن تصلح على الوجهين، واو عاطفة أو واو استئنافية، أي ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله. أنا أرجح ما أيدته الآية من سورة آل عمران: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم سبحانه. الحسب كما تعلمون في اللغة الكافي، الكافي. ملاحظة سريعة الحقيقة تبدو شكلية، بقول الآية 8 كلمات ورقم الآية 8 ضرب 8، يعني سمحونا بفتح المصحف تطلع إليها، بقول إذا نتكلم فيما وقعت عليه العين دون ترتيب، بعدين ببدأ أشوف بعض الملاحظات. فرأيت الآية 8 كلمات مقسومة قسمين: يا أيها النبي حسبك الله 4 كلمات، كيف؟ ويا أيها كلمة واحدة في الرسم القرآني، وهو فيما أرى توقيف، مش مشكلة يعني، لكم أن تروا بخلاف ما يعني ما يرى الضعيف، ما في مشكل إخواني، نحتمل بعضنا يعني، ليس توقيف يا أخي، نحترم رأيك، فوق رأسنا من فوق، ليس توقيف وجهة نظرك، توقيف الرسم القرآني مش متروك للبشر يرسمون كيف يشاءون، احتملنا أنت الآخر يعني. إذن يا أيها النبي حسبك الله 4 كلمات، ومن اتبعك من المؤمنين 4 كلمات، هذول 18 حرف وهي 18 حرف. إذن الآية 8 كلمات ورقم الآية 8 ضرب 8 64، وهنا 18 حرف وهنا 18 حرف. ملاحظة شكلية، قد يرى إنه هذا يعني نوع من التواكل، بسم الله الرحمن الرحيم، لا، بعد أن تحشد طاقتك وقدرتك وأقصى ما تستطيع تتوجه إلى رب السماء: يا رب هذا إمكاننا، هذه طاقتنا، هذا ما عندنا، هذا أقصى ما لدينا، والباقي عليك، أنت الحسب، أنت الوكيل، أنت الكفيل، أنت الناصر، أنت المعز، يا رب اعتمادنا عليك لا على أنفسنا. أين التوكل؟ أين هذا توكل وطمأنة وهدهدة وجبر خاطر وتعزيز ورفع معنويات وتثبيت نفسه؟ مش تواكل، تواكل أني أرتمي وأقول يعني اذهب أنت وربك فخاطر، هذا التواكل. لكن إحنا في الميدان، كيف تواكل؟ ويدنا على الزناد، كيف تواكل؟ إخواني يعني أحيانا تفسر الأمور بغير ما هي عليه. المسلم متوكل بعد أن يحشد كل ما يستطيع وأقصى ما يستطيع، لكن قد يكون العدو متفوقا عليه،
ما هذا المشكل يعني بال67 العدو متفوق علينا. طب ليه واحنا مجموعة دول ما شاء الله ممتدة من المحيط الهادري إلى الخليج الثائري، لبيك عبد الناصر مرحبا، ممتدة هالرقعة ودول 22، وإسرائيل كانت لسه عصابات، كيف قهروا العالم العربي؟ مش فاهم. لأنه ما فيش حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال لا مش هذا يا شيخ، كانت تدعمهم قوى عظمى. طب ما انتوا حلفاها هذه القوى العظمى اللي كانت تدعمهم، كنتم حالفينهم، تلخم على بعض لويش يعني. الخلاصة إذا يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام حسبك الله، إذا الله كفى رسوله بالتالي كفى المؤمنين هؤلاء الأعداء المعتدين المجرمين. عرب يواجهون عربا، طب ليه ما تحالفتوا مع النبي عليه أزكى الصلوات وفتحتوا العالم والدنيا؟ ليه؟ قال ولكنه خالف عقائد الآباء والأجداد. عقائد الآباء والأجداد خرافات يا مستر أبو جهل وعتبة وربيعة وشيبة والوليد وهالزعماء العرب، يعني خرافات. حجر تعبدونه وتتركون رب الإنس والبشر والكون كله، كيف يعني؟ ويدعوكم إلى الرشاد، إلى لم الشمل، إلى وحدة الصف، إلى الحق، إلى السعادة والعزة والمنعة والرفعة في الدنيا والآخرة. أبيتم إلا أن تجندلوا في بدر ثم تكبون كبا بالقليب. أخ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانه، يا سلام عن هذا الدين، على هذا الدين. على كل حال هذا بعض ما في الآية الكريمة من المعاني، تعريف بكتاب نؤجله للوصلة الثانية عشان نأخذ كلمة الأسرى في هذه الوصلة سريعا إن شاء الله. بسم الله. إخواني الأعزاء، سلام عليكم ورحمة من الله وبركات، ودعاء أن يحفظكم رب السماء، وأحر الدعاء إلى المولى ورجاء أن يجعل لكم فرجا قريبا وبعد. فإن العدو المجرم يريد أن يبعدكم عن محيطكم ويعزلكم عن شعبكم، وخاب مسعاه، ففلسطين بأهلها في قلب كل واحد منكم. وأبعدكم عن فلسطين في السجن، فلسطين في القلب، تنتقل حيثما كنتم، في بيوتكم فلسطين، في قلوبكم، في سجون المجرمين فلسطين في قلوبكم، وأنتم في قلوب شعبكم، فلا عزلوكم عنهم ولا عزلوهم عنكم. أنتم تعيشون في قلوب الشعب وشعبكم يعيش في قلوبكم، بل أشعلوا العزائم في دواخلكم وملأوا قلوب الأهل بالحقد عليهم والغضب من مسلكهم الدنيء. فصلوكم عن شعبكم لئلا تحدثوا في الشعب آثارا من الثورة والغضب، فكانت النتائج عكسية، زادت في قلوب الأهالي دوافع الثورة والغضب. ولئن غابت عن أسماعهم كلماتكم فقد حضرت في كل مجلس من مجالسهم أفعالكم وتضحياتكم وصمودكم وصبركم واحتمالكم، فكنتم في موقع الأسوة الأفضل والأفعل في النفوس. وترتيب الله يغلب ترتيب أعداء الله، وليكن على بال كل واحد منكم وفي قلبه وعلى لسانه قول الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء يبدون قاهرين العالم، لكن لن يقهروا شعب فلسطين الأعزل، لن يقهروا عزمات من هم في الأسر، لن تقهروا هؤلاء الأبطال والليوث. سيجعل الله بعد عسر يسرا. والسلام عليكم أيها الأحبة
ثبتكم الله ورعاكم وكنتم في أمان الله، ونستودعكم الله، ومرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله. اللغة العربية من كلمات أستاذنا وحبيبنا والله والرفيق في محاضرات كثيرة وأسفار كثيرة ولقاءات كثيرة، رحمة الله على هذه النفس الطيبة الزكية والروح المفعمة الشابة على كبر السن والذوق العالي والحب لهذا الدين وهذه اللغة، الشيخ علي الطنطاوي رحمات الله. تغشى هذا القبر الذي حوى هذا العلم العالم والأديب والشاعر والخطيب والمتكلم، موسوعة تمشي على رجلين في تواضع شديد، برامج يتابعها الرجال والنساء والصغير والكبير. سبحان من وهب. شيخ علي الطنطاوي من كلماته رحمه الله عن اللغة العربية قال: لقد كدنا نجهل لغتنا. أن المرة الماضية تكلمنا عن اللغة العربية، وأنا بفتش في الأوراق وجدت هذه الكلمة، قلت نذكر بما مضى من خلال كلمة الأستاذ علي الطنطاوي حبيبنا وأخونا وأستاذنا وشيخنا والله. ومن شك فليمتحن نفسه، إنه إحنا نجهل لغتنا العربية، فليفتح لسان العرب وليقرأ فيه 10 أبيات، يعني شواهد شعرية 10 أبيات متتابعة من شواهده من أي صفحة شاء، فإن فهمها كلها واستطاع أن يشرحها، أو فهم نصفها أو ربعها واستطاع أن يشرحه، فأنا المخطئ. بسحب كلامي، إيه ما في مشكلة يا خيو، إيه. ومن يرد علي هو المصيب، بيكون أنتو من فتح اللسان العرب وقرأ 10 أبيات وفهمها وشرحها وشكلها، أوهو أنا منسحب ومهزوم. لا أطلب أن يكون فينا من يؤلف مثل الكامل للمبرد وأدب الكاتب والأمالي القالي معروف، بل أطلب أن يكون فينا من يقرأها بلا لحن، أن نؤلف مثلها يعني أغاني مثلا، ولا البيان والتبيين، ولا الحيوان الجاحظ، ولا البخلاء، يعني هذا لا نطمح إليه، دونه خرط القتاد، لكن على الأقل نقرأ بلا لحن ويفهم ما فيها بلا شرح. إن اللغة العربية معجزة النص البشري وأعجوبة التاريخ في عصوره كلها. اللغة العربية تاج اللغات، فخر اللغات، أم اللغات، أشمل اللغات، أجمل اللغات، أكمل اللغات، زهدنا فيها نتعلم في غونسي، ما عندناش مشكلة نتعلم في غونسي، لكن أكون متقنا لغتي. وإذا كان التاريخ يذكر ولادة كل لغة ويعرف مراحل نموها ومدارج اكتمالها، فإن العربية أقدم قدما من التاريخ نفسه، فلا يعرفها إلا كاملة النمو. يا عم تاريخ، يا اللغة العربية إمتي؟ قال لي من قبل يا ابني، أنا لسه بدي مبارح، اللغة العربية قبل بمراحل. بالغة النضج أنا عهدتها وهي كاملة، فتحت عناية لقيتها موجودة. فمتى ولدت ومتى كانت طفولتها ومتى تدرجت في طريق الكمال حتى وصلت إلينا كاملة مكملة لم تحتج إلى تبديل أو تعديل، بل لقد أمدت بما زاد من ألفاظها أكثر لغات الأرض. كل لغات الأرض أخذت منا، يعني كلمة أرث على سبيل المثال أرض مثلا يعني. ففي كل لغة منها أثر من كتاب فكر ومباحث لعلي الطنطاوي صفحة 10 يرجع إليه. تمتع بكتابة هذا الرجل الفذ اللي ما بتكررش. نلتقي في الوصلة الثانية مع التعريف بكتاب الأستاذ محمد البهي. كونوا معنا ومع الكتاب في الوصلة الثانية.
إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، مرحبا بكم في الوصلة الثانية من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا، برنامجكم دين ودنيا. دواما نسأل مولانا أن يصلح لنا الدين والدنيا وأن يصلح لنا الدنيا بالدين. فلا صلاح، وجربنا كل صيدليات العالم لم نزدد إلا علة ومرضا وضعفا وهزالا، ما في إلا أن نعود إلى النبع الصافي، هذا الدين يا رب، عودا حميدا مجيدا رشيدا يا رب العالمين. قلنا بدنا نعرف بكتاب الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، الكاتب العلامة الأستاذ الدكتور محمد البهي رحمه الله. هذا الكتاب الحقيقة بلا مبالغة يوزن بالذهب، مش مبالغة، كل كتاب بتقول إنه يوزن بالذهب، هو كذلك. أعمل لك إيه يعني، هذا كتاب قيم إلى أبعد الحدود. على كل حال، الكتاب 616 صفحة، يعني كما ترى من حيث الكتاب، هذه قرمية الكتاب، واضح الجهد الخارق، يعني فلسفة، قراءات معمقة وتحليل ومتتبع للمستشرقين، جيب نيكلسون مش مخلي، وكاتب في الآخر جرد بأسمائهم من رد عليهم في ثنايا الكتاب. الخلاصة بيقول من ضمن، وحاول أن ألخص الكتاب دون أن أعود إلى، أنا معبي الكتاب بالخط الأحمر والتعليمات مليان من أول لآخر، أنا معلم عليه خطوطا وحزوزا على الفقرات اللي ينبغي أن تقرأ، بس فيش مجال إلا أن نختصر. على كل حال، الفكر الإسلامي الحديث، يعني بقول حرب بيننا وبين أوروبا، وبعدين جت أمريكا على الخط منذ 800 سنة، استيقظوا من بعد مواد، من بعد غفلة، وجاءونا كالجراد، فغزوا ممالكنا، طوقونا بأساطير البحار، البرتغال، أسبانيا، إيطاليا، فرنسا، بريطانيا طبعا، ليتر أن لحقت أمريكا، إذا إسرائيل بتطاردنا أمة العرب، إسرائيل أجبن من على الأرض، يقهروننا، أما شيء يطقق والله. نعود لموضوعنا، خلينا موضوعنا، فوقع العالم الإسلامي بقضه وقضيده، هذا الامتداد العريض والطويل، وقع فريسة للاستعمار كله يا الله. والاستعمار بدأ يفكر، يعني هؤلاء المسلمين إن استيقظ إسلامهم في دواخلهم والله لا يقهرنا، وجربناهم، أساطيلنا وصلوا فرنسا وألمانيا، وصلوا يعني ما تركوش من فضل الله تعالى، ولو أمريكا كانت معروفة على الخارطة وصلناها، لكن بعيدة على وسائل ذلك العصر. خلاصة، أندلس 100 سنين وهي في قبضة المسلمين، حضارة باذخة، ثم الأهواء والترف والشهوات والانقسام والانشغال بالدنيا، غنينا ورقصي، ضيعنا جنة الأرض الأندلس، ضيعناها من سفاهتنا، يعني أتحالف مع الصليبيين ضد أخوي، شيء مقرف مقلع. الخلاصة، فرأى المستعمر والإنجليز بالذات دهات، رأوا أنه نميت إسلامهم في قلوبهم ونجند من عملاء وخونة، وحوريك بعد شوية كتاب طه حسين، هذا طه حسين مجدد اللغة العربية، الله مجدد
والله ما لمع إلا لأنه صنيع وأفكار جب وغير جب ناسخها نسخ وعاقد هو مقارنة. أستاذ البهي من أكابر علماء الأزهر وترقى في الأزهر إلى أعلى المراتب، مو شيخ أزهر لكن يعني بمرتبة أقل درجة درجتين من مشيخة الأزهر، تلك وظيفة سياسية لكن هذا ترقى في المراتب العلمية. يعني هذا اللي هاضم كل هذه الفلسفات، الألمان والفرنسيين والإنجليز والطليان مستشرقين العالم الأوروبي كله، والخونة اللي من عندنا واحدا واحدا بدءا من أحمد خان. وش هذا؟ خان، خان الأوطان، اسمه خان يا أخي، خان رتبة، بهدور أحمد خان السيد. السيد إيه، لما تسمع السيد معناها إنه كما تعلم. شو يعني كما تعلم؟ بيعتبروهم يعني منتسبين زي بعض عدي. فالسيد أحمد خان لما احتل الإنجليز الهند راح يعرض خدمات، أنا خدامكم، يعني أنا مستعد أشتغل معكم. كيف بفلسطين جندوا بعض السقط، بعض الأراذل والأسافل، خلاص ما في شك، يعني ما في دولة لفيها قمامة، ما في دولة، بيرمموا من هالسفلة، بلاقوا شيء بيسقطوه، وانت فاهم شو معنى الإسقاط، وشي بيدوله، مو إسقاط، إسقاط أشكال ألوان، الخلاصة بيركعوه لما يصبح نعل في أرجلهم، وبيحتقروه بيحتقروه بيزبلوه. لما قالوا لنابليون، قال له فلان من عملائنا بده يسلم عليك، قال أنا يعني رموله صرة، لا يشرفني أن أسلم على هؤلاء. يا الله، يخدمهم بعيونه، بعيون متلصصة، وبآذانه المتسمعة بيقولوا كيت وكيت، وبكتب تقرير بنساش تفصيلي تفصيلي. يا الله، شلت يمينك يا من تخدم عدوك، الله يشلها إيدك لتكتب لهم. المهم، فأحمد خان عرض نفسه، ما مش كثير احترموه وعبروه يعني، فقال لهم أنا بغير ديني، أنا بصير مسيحي، ما عندي مشكلة، بس لمعوني لمعوني، نفسي أتلمع، لمعوني. وقالوا لهم أبشر، تنصر وتهجم على الدين وبنخليك سير، مش سيده بس، سير رتبة إنجليزية، يس سير، أوف هاين. فأحمد خان، ومن جناح أحمد خان طلعت القاديانية، مش هو اللي عملها لكن متأثرة بأفكاره. أنتوا القاديانية عارفين من أشد الفرق انحطاطا وانحرافا، الخلاصة مستقبل الثقافة في مصر. طه حسين، كلام عنوان جميل، مستقبل الثقافة في مصر. يا الله، لو أقرأ عليك نصوص، معقول طه حسين بيقول هذا الكلام؟ آه، يا سلام، إعادة لكلام المستشرقين، إنه يعني الشعر الجاهلي كله يعني منحول، أخ نحول، شعر جاهلي يا طه منحول كله. قال لي آه، واو. طب الشعر الأموي له سمته وسمته، والعباسي شعر الجاهلي لا يرقى إليه شعر متميز، شعر المولدين وشعر ما بيرقاش إلى مستوى. طيب ويضرب الشعر الجاهلي، أنت يعني محرور على إيش؟ ما هو مقياس الإعجاز بدنا نقارنه بقمة البيان العربي اللي هو شعر الجاهلي. طب حاشا أن يقارن القرآن بشيء، لكن ما هو لابد من أن نقارن القرآن. يا عرب، القرآن معجز، ما أعظم ما أنجبتم، قالوا الشعر الجاهلي لا شك، امرؤ القيس وهالأمة هاي، أمام القرآن شمعة أمام الشمس، ما في مقارنة. هاي واحد. رقم اثنين، قال لي الشعر الجاهلي مش هو اللي بناخذ صورة المجتمع الجاهلي منه، أخطاها. أمال إيه؟
قال لي صورة المجتمع الجاهلي في القرآن. فانتاستيك مستر طه، ما شاء الله. هذا الكلام يا شيخ عمره 70 سنة، عموه عن بنعاد واجترار، الجمل بيجتر وكل اللي جو من بعد بيجتروا، اللي قالوا الشيخ العميل علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم. طه بيقول إحنا يعني هذا القرآن بشري، لف دوران لويش بشري. عم طه يعني مش مكتفي بعمل بصر، كمان عمل بصيرة. قال لي هو كده أنا كده، اللي مش عاجبه. ولذلك لمع طه وخلد، والعالم كله يعني كانوا يدرسون كتاب طه في المدارس. الأيام أسوأ كتاب الأيام، ذم في الكتاتيب اللي سكرها عبد الناصر. يا ناس متى نفطن، متى نفهم، متى نصحى؟ درسونا في مدارس لويش. الأيام طاعسين كتاب سمج. أنت اللي مش فاهم. شكرا بارك الله فيك. كان قاعدني مولانا عند الجزم والحفايات برا، شوه صورة الأيام الكتاب. ولذلك خدم خطة عبد الناصر في إلغاء الكتاتيب اللي هي تحفيظ القرآن، مش مكلفة الدولة ولا مليم. عبد الناصر تلغيها ليه؟ قال لي ما احنا هنفتح مدارس، كل من دخل المدرسة كان حافظ القرآن، 7 إلى 10 سنين يكون حافظ القرآن. مثل ما قالت واحدة يعني لا إسلامية ولا غيره، قالت الكتاب كان يعطي الطالب ذخيرة على الأقل 40,000 كلمة. إذن طه حسين بقول لهم إذا أردنا أن ننهض فلازم نحتذي حذو الحضارة الغربية، مالناش طريق إلا كده. عم طه كل أمة لها أصولها وتنبعث من أصولها، من تراثها، مش من استنساخ المقلد. عمره ما بصير راس يا عم طه، مش غبي هو طبعا، لا مش غبي، عم بيأدي وظيفة، عم بيأدي وظيفة. الخلاصة موهوب مش موهوب، مش شغلي أنا يعني، بخلاش من موهبة. لكن لما تحطه أمام الأدباء كالرافعي مثلا، طه حسين ولا شيء أمام الرافعي، ولا شيء أمام العقاد، ولا شيء. بس طه وجد من التلميع فقط، فحولوا إلى ستار، إلى نجمة. يعني شهرة الآن طه حسين فوق العقاد، والعقاد بوزن 100 طه. وين عقل العقاد، وين عقل طه؟ والله ما في قياس. لا والله العقاد موسوعة تمشي على قدمين. الخلاصة إذا لو أقرأ لك النصوص، يعني أنا عم أتكلم بس من الذاكرة كلام عام، لكن لابد أن نستنسخ الحضارة الغربية استنساخا. والقرآن بشري، والقرآن يعني فيه العنصرية، وفيه مش مخلي بلية من البلاء. وقالوها المستشرقين في القرآن إلا وضمنها كتابه. هذا طه. وطلع لنا الشيخ علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم. مختصر الكلام عند الثنين، لا دولة للقرآن. الإسلام دين بلا دولة. أخواني هنا المقتل. أنت ملاحظ العالم العربي والعالم الإسلامي كله نقطة ضعفه منين؟ الإسلام بلا دولة. أنتوا شو أنتوا بحكي عن الدين حجي، نحكي عن الدين. إن لم ليش إسرائيل دولة باسم الدين قائمة؟ إسرائيل ما قالتش إحنا دولة فلسطين المحتلة، ما يعني مثلا، أو دولة أوروبا المتقدمة في قلب الشرق الأوسط. لا، إسرائيل، وإحنا أرض الميعاد. كله خطاب من خلال كتابهم يا أخ، يا من تنصلتم من القرآن. فالشيخ علي عبد الرازق الإسلام ما فيش دولة، الإسلام دين تعاليم روحية. يا روحي يا علي عبد الرازق. أخ إخواني، كل هؤلاء الصنائع وصداقاتهم مع الإنجليز معروفة ومكشوفة. المهم وقعنا من الهند إلى المغرب،
أقصى المغرب العربي الجزائر وموريتانيا كله وقع تحت قبضة الاستعمار. والإسلام بيقول لك رب أمته على التواكل والخنوع وحط من قيمة الإنسان، واو واو، حط من قيمة الإنسان، حط من مش حطم. الإسلام جاء خفض قيمة الإنسان. طب وين النص؟ ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا الرسل من البشر كرامة ولا مش كرامة؟ يا أيها الإنسان، خطاب له انحطاط ولا إعلاء شأن؟ الإنسان إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الإنسان تكريم، وخلقك في الجنة عشان يحط من قيمتك ولا يرفع قيمتك، أسجد لك الملائكة. يا ناس، الإسلام حط من قيمة الإنسان، لك الملائكة تريليونز أو أرقام تفوق التريليون، ما أعرفش أكثر من تريليونز من الملائكة سجدوا للإنسان، اسجدوا لآدم. هذا عن انحطاط قدر يا ناس، شيء بيخلي العائل بالكف مثل ما كانوا، يعني مو معقولة. الدليل شوف، يعني يخلطون بين الإسلام والمسلمين. كيف المسلمين في العالم؟ قلنا له أحط الأوضاع، قال لي بس عليك نور، حلو تمام كده، انت عاوز تقول ايه؟ قال لي هم منحطين ليه؟ قلنا له قول لنا انت ليه؟ قال لي عشان هم مسلمين. يا ابن الايه، احنا منحطين لانه مبتعدين عن الدين. شفت اخواني، بعدونا عن الدين فانحططنا. قال لي انتم منحطين ليه؟ قلنا له قول لنا انت ليه؟ قال لي عشانكم مسلمين. وانتم متقدمين ليه؟ قال لي عشان احنا مسيحيين. دين الاسلام العظيم الراقي الرائع امام خزعبلات، تصارع الرب مع يعقوب، تصارع الرب مع يعقوب، ويعقوب مش عارف انه هو الرب، بعدين طلعت النهار عارف انه هذا الكلام بنوزن مع القرآن؟ هذه الخرافات والاساطير بتحطوها جنب القرآن؟ انتوا نهضتم بهذا تصارع الرب مع يعقوب، واحنا انحططنا ولقد كرمنا بني ادم، انحطينا عشان كرامتنا. يعني اخواني، شفت المفارقة؟ فك الدين عن الدولة، ما بقينا لا دولة ولا بقينا دين. مختصر بتهدد أقصانا كل يوم وإحنا مكتعين، مش لأن مسلمين، لأن ابتعدنا عن الدين. لو مسلمين بيرهبونا، طيب يقدموا على غزة إن كانوا هم رجال اليهود. ما أقولش كلمة اليهود، آسف سحبتها يا إخوانا، لأنه ممنوع تتكلم هذه الكلمة. أول ما قلت يا كملش، فهمنا خلاص، سحبتها خلاص، ممنوع تحكي الكلمة هاي. دول الانتشابلز، واضح؟ قلنا له واضح، تحكمون العالم طبعا طبعا، اوعى تقول الكلمة مرة ثانية يا سيدي، فهمنا خلاص، لن نعيدها مرة ثانية. ام سوري، يس، ايوه، اعقل حلاوتك. مسجلين كل الأشرطة. فأخوانه قال يا عمي متأسفين، قلنا ولا يهمك، ريحتونا. المهم كل حلقاتنا في اليرموك وغير اليرموك مجمعينها. هذا يحكي من لندن، يا سيدي. حكينا في لندن لما تعبنا. التقدم الغربي سببه المسيحية، والتخلف العالم الإسلام سببه الإسلام. إذن كتاب الغرب بدوا يشرحوا الإسلام على هواهم، جيب النص ويقلب معناه ويقرن ما بين الإسلام والمسلمين، إنه المسلمين هم صورة الإسلام، أي لا. الخلاصة، وانقسم المعسكر الإسلامي إلى قسمين، من يمالئون الاستعمار مثل اللي قلنا لك عنه أحمد خان والقاديانية، واللي حرموا الجهاد، الجهاد حرام حرام. قال لي والله يا قلت لكم واحد من بلد عربي معمم والله ما نعرف، اقسم لي واحد من ذاك البلد، قال لي والله يا اخي هذا الشيخ المعمى
بيأشر على الضابط الإنجليزي بقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت لكم إياها من قبل. يا الله، والله أقسم لي من ذاك البلد من عاش المشهد بنفسه، الله أكبر، هذا أصبح أولي الأمر منكم، خيانة للدين. المحتل يقاوم مش يروج له ويصبح أولي الأمر. شو رأيك الآن نبايع نتنياهو؟ يلا يا جماعة الضلال تفضلوا. مدرسة جمال الدين الأفغاني محمد عبده كانت مقاومة، هتقول عليهم بعض الملاحظات. يا سيدي، الخط العام كانوا يقارعون، بتلاحظ عليه هنا ملاحظة هنا ملاحظة شيء، لكنه ليس عميلا لهم، أخطأ شيء عميل شيء آخر. محمد إقبال في الهند برضو عليه ملاحظات، لكن كان يقاوم بحسب مفاهيمه وعقله. إذن سائر أرجاء العالم الإسلامي كانت هناك مقاومة، وكان في ناس اشتغلت عملاء. الآن بفلسطين شعب فلسطيني عميل أي لا، جند الصهاينة أيوها مقبولة، يعني هذه نتحملها منك، لكن ما تقولش الكلمة الأولانية بتعيدهاش، فهمنا خلاص، حفظنا الدرس عمو. الانتشابلز ممنوع نقول اسمهم، انت قول ذول اللي ما يتسموش مثلا، مقبول واضح. وانا اللي احتلوا وطننا، لا هذا ارض الميعاد، دولش وطننا، اي لا هذه لو قطعت حلاقمنا ما راح نقولها. ايه الذي اقول ارض الميعاد ناقصني. ما شاء الله. سجلوا حطوا على الكوم، الكوم مليان، احنا بايعينها من فضل الله. اذن جند أقلام وجند إلى آخره مستقبل الثقافة في مصر. ما زال العلمانيين يثنون على هذا الكتاب، ولكن الكتاب كله كفر منقول عن المسيحية القرآن، والقرآن سورة البداوة. في القرآن المجتمع الجاهلي بدك تشوف صورته من القرآن، واو بلاوة أكثر من هذا. والله لو الوقت يتسع بدي حلقة بأكملها، بس أقرأ لك إن أنا معلم عليه بالخطوط الحمراء والسوداء. الشيخ علي عبد الرازق قلنا لك عنه، هذا الكتاب عندي يمكن من 50 سنة، يعني الطبعة الخامسة اللي عندي سنة 70، بيكون معناها الطبعة الأولى سنة 58. كتاب أرشحه بمنتهى القوة للقراءة، كتاب رائع، وحاول يروج المستعمر مفاهيم إنه الإسلام دين للارتقاء بالروح، يعني بينك وبين ربك صلة فردية، ما هوش يقيم مجتمع ولا دولة ولا ينشئ أمة. ولعبوا على الفروق ما بين الشعوب، يعني المصري شيء والسوداني شيء، الأردني شيء والشامي شيء، والتركي شيء والعرب شيء. فتتونا، لعبوا على، قلت لكم بريطانيا حكمت العالم بمين؟ بأولاد المستعمرين، منتهى البساطة. بريطانيا ايش اللي جاب أوباما على كينيا؟ أوباما من كينيا، أوباما هندي، أوه وعدتها 100 مرة، جابوه من الهند على كينيا، احتلوا كينيا بالهنود، جنوب أفريقيا مليانة هنود، احتلوا جنوب أفريقيا بمين؟ بالهنود. أولاد الإنجليز فقط قادة بيحركوا جيوش ممن جندوهم من أولاد البلاد. أي طريق المستعمر يا أبويا. الكتاب إخواني أنا ما قلت شيء عنه والله، فقط العنوان. الكتاب من غير مبالغة على القعدة، ظن قاعد لما أكمل 100 صفحة بقوم أتحرك وبرد أرجع، بيومين 600 صفحة أو 3 أيام أتيت عليها من فضل الله، وعلمت عليه، مش بس أتيت عليه قراءة وتعليما الخطوط المهمة. أنصح جدا بهذا الكتاب. عمره 65 سنة ولا كام يا شيخ؟ أمو هذه حقائق لا تتقادم. الاستعمار هذه عقليته وهذه خططه. نكتفي بهذا القدر عن الكتاب، نلتقي في الوصلة الثالثة مع
بقية القضايا، والله ما أدري كيف بدنا نغطي بعضها، وكالعادة كونوا معنا في الوصلة الثالثة والأخيرة. أسأل الله أن نوصل رسالة، كونوا معنا. مرحبا بكم إخواننا وأخواتنا، حياكم الله مرحبا مرة أخرى في الوصلة الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم. إحنا عملنا عنوان الحلقة فلسطين أمان وما تكلمناش، ما إحنا أجلنا عبين ما ننتهي من القضايا. هذا الموضوع كان مفروض مثل ما قلت على تلفزيون الحوار في لندن نشارك فيه، فقلت مدام يعني ضغطوا على التلفزيون وهذا لا المخلوق هذا نو اعتذروا، أنا ريحتوني بارك الله بكم، ما فيش مشكلة. فلسطين أمانة والتطبيع خيانة، أول ملوم في التطبيع، وعلى التطبيع صاحب الحق وصاحب الأرض والمشرد من أرضه ووطنه. المنظمة منظمة التحرير الفلسطينية اللي هي ممتاز أنا أبصم منها منظمة تحرير، فعلا تحرير اسم على مسمى منظمة تحرير على رأسي. مدام صالحت إسرائيل شيلوا كلمة منظمة تحرير، تحرير إيش؟ أنت اللي اعترفت وقعت، مين ولزك توقع له أنه فلسطين اللي احتلتوها حلال عليكم؟ لي 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 زغرتوا لهم. ما هو عاد ليش تنفعل؟ طلعنا روحي صاحب الحق شو حصلته؟ قال لي حصلنا دولة حلت دولتين، انا احل لك اياها واغني لك اياها، وهنا حلت دولتين. طب اذا اعملوا لنا دولة على مثل مفحص خطا ودولة عميلة وظيفية فانكشن ستيت، يعني تقوم في خدمة الاستعمار، قال لي ستيل بتضل دولة طالما في دولة الرئيس. اسمع يا شيخ، انت بدك لسه فت خبز في السياسة لما تصير تفهم، ما دام في عندنا رئيس مجلس وزراء ومجلس نواب ومجلس أعيان ومجلس استشاري ومجلس وعندنا جهاز مخابرة وجهاز جيش، مش جيش، لا مش جيش، دول حاملين بس فشك من غير بارودة، قصدي بارودة من غير فشك. المهم هذه الدولة إن شاء الله ما قامت، عمرها لا قامت، تقوم قيامة هيك دولة، هاي دولة هاي؟ قال دولة فلسطين، بختم لك على الجواز دولة فلسطين وقعوا لك عليه وزير الدولة، بالله قال يا والله احنا دولة على سن ورمح، وفي مجلس جامعة اللغة العربية مندوب الدولة الفلسطينية، تفضل تكلم كلمتك. بسم الله الرحمن الرحيم، انا مندوب عن سيادة الرئيس. ما شاء الله، خلص هذه الدولة لك، عندنا 22 دولة، 22 بطة مكسحة، عن وين ناقصنا دولة بفلسطين؟ مش ناقصني، بدنا نحررها، مش ينشئوا لكم دولة تحت جناح نتنياهو تحت جناح الصهاينة، لك حلوا عنا. منظمة التحرير شيل لي هالاسم بترجاك، شيل الاسم. إذن أول ملوم في التطبيع، وعلى التطبيع صاحب الحق المشرد من أرض وطن، وهذا اللي اتنازل بدون مقابل، وكل يوم عم تتاكل الأرض، كل يوم عم بيخلعوا. أورجيك الحصاد إيش عملوا في أرض فلسطين إذا بقي وقت. هذا أول الملومين إذا طبع. قال الدولة الفلسطينية تلوم البحرين، لا يا بحرين خزيتونا، ما انتوا خزيتونا قبل، انتوا أول من شق الطريق، أول من تنازل. بحرين مش صاحب الحق يعني صح، انه هذه واجب على كل عربي مسلم انه يسهم في تحريرها، نعم، لكن أول شيء اللي قاعد بيها واللي سمى نفسه منظمة التحرير وحركة نضالية تحريرية، حلو عنا.
إذن أنت أول ملوم يا منظم حركة التحرير ومنظمة تحرير وطني وأمر من هذا وأسوأ وشد تناقضا وتخبطا أن يلوم من فعل مثل فعله، فلا تلوموهم، لوموا أنفسكم، هم مفرطون وأنتم الأشد تفريطا، هم ملومون وأنتم الأبلغ في الملام. والمحزن والمخزي في أن أننا لا نتعلم من تجربتنا أو تجاربنا. قلت احنا طبعنا خدمة للشعب الفلسطيني، أوقفنا المشاريع، بالله قال والله الحمد لله، الله يخلف علينا، الله يخلف علينا، وقفنا التمدد بالله. لك كل يوم عم بتمددوا في الأراضي الفلسطينية، مو كل شهر، كل يوم، وكل يوم بقلعوا زيتون تك 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 تك. شو هذا؟ بغيروا ملامح الأرض. الغور عظم الله أجركم، غور طوباس، غور بردلة، هذا كله راح، مصادر المياه في الغور كلها راحت. أمو أنتم ما عادوا ما أنتوش فاهمين وحتى لهم فاهمين، لكن البقاء في الما في الما في ال في الكراسي ديمقراسي أرايل. والمحزن والمخزي أن لا نتعلم تجارب مكرورة وطويلة مع هذا العدو، ولا نتعلم 100 سنة ونيف وعد بالفور 17، هاتوا نتعلم، والعدو كل يوم بيزحف لقدام إلى أن يحشرونا في الضيق البقع. هل قد يخلونا بس حيصير كثافة 1000 مترين كيف بعرفش، بضغطونا زي النمل، كل المرتفعات احتلوها. طب ليش كانت كل المرتفعات مش مسكونة؟ ليش؟ قال احنا حبينا المناطق المرتفعة عشان نجيب هواء. آه تركناها عريانة. لا نتعلم من تجربة من سبقوا في هذا الطريق ومن سلكوا هذا المنهج المعوج. كم وقعنا هدنات مع هذا العدو. أقرأ كتاب والله لضابط في الجيش المصري مصطفى بهجت بدوي بقول يعني كنا نوقع الهدنة، احنا نحترم العربي محترم، العربي محترم، طرم طرم، اي نعم. قال يهود لما تجيهم طائرة داكوتا كانت لسه داخل الخدمة جديد، قالوا احنا يعني مبسوطين انه في هدنة وانه طائر في 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 وصلت الطائرات استخدموها بنفس اليوم اللي وصلت فيه. ردوا الحشر مرة ثانية قال هدنة يا عرب، قلنا له يس اوكي، وقعنا لهم وقعدنا نأرقل قر 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 قر، دكونا واحتلونا كل هدنة احنا نوافق على طول. هل العربي اهبل؟ حجي هل العربي غبي يعني ربنا خلقه بلا عقل؟ افهمها افهمها بقى، واضحة يا خيو واضحة. كم وقعنا هدنات فهل التزم بها مرة او يوما؟ وقعنا اتفاق الارض مقابل السلام. اي والله بس يعني يا اخواننا بالله يتأمل، الارض مقابل السلام، السلام حكمة بالغة. شو هذا شعار الأرض مقابل السلام؟ طب واحدة واحدة، الأرض لمين هي الأرض؟ الأرض لفلسطين. شو أعطوكم يعني الأرض؟ مش فاهم أنا، فهموني يا والله، أخذتوا السلام ولا أخذتوا الأرض؟ الأرض أخذها اليهود الصهاينة، آسف بنسى والله بنسى يا خلاص، عدوها المرة هاي كمان بعديلكش مرة تانية يا سيدي تعديش. نحن في آخر العمر يعني باقي لنا سنة من هالدنيا، فاقض ما أنت قاض وأهني. إذا أخ 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 كنا فين نسيتوني والله. الأرض مقابل السلام، أتذكرت الأرض مقابل، الأرض لمين؟ إن إذا هم أخذوا الأرض وأعطونا السلام، وين السلام؟ بقتلوا أولادنا، بسجنوا أولادنا، بطاردوا أولادنا، مليانة السجون من أولادنا، وين السلام؟ أي سلام تحكوا عنه؟ إذن هم أخذوا الأرض والسلام لهم، المنظمة تحرسهم، المنظمة تحرسهم. إذن الأرض لهم والسلام هم اللي استفادوا منه، ما غرموا شيئا. إحنا شو أخذنا؟ ولا شيء، لا أخذنا الأرض ولا أخذنا السلام. شفتوا إخوان الشعارات تحفة، تعلموا يا أخي.
مع احترامي سامحوني، تعلموا دروس من المنظمة لما وقعت أخذت الأرض والسلام بالله. آه والله ما كان الناس دولة إخواني، مكسب عظيم، صار عندنا رئيس دولة، فخامة الرئيس عرفات راح سمموه. من هو سمموه؟ الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. شيخ لظلك تبحبش مثل الخلند، خلاص الله يرحمه، خلاص مين سمموا؟ خلاص تسمموا وخلاص، ما احنا قلنا لك من اول يوم مين سمموا. حجي وبالبولونيوم اللي من 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 دولة اللي سالمتموهم اللي وقع لهم. يضحك مع رابين شيء كان، هلا 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 رابين هلا، يضحك اخ ابكي مش تضحك، ابكي. وعباس مصدق انه رئيس دولة يعني؟ بدهم يحطوا لك سجاد احمر، هسه بقى بشتري فيه قطع سجاد بخمس ليرات بظني ماشي عليه بصير رئيس دولة، وبحط مسجل عليه سلام جمهوري اميري بلاش جمهوري. يا سيدي مهم، هل بنا حاجة الى ان نعود الى تجاربنا وذكرياتنا؟ كيف ينقض المواثيق واختراق الاتفاقات ونسف الهدنات وتنصب من الالتزامات؟ الخلاصة فلسطين أمانة. التطبيع جعل الشيء غير الطبيعي طبيعي، ما بصير، ما هو مش طبيعي. بدل مقاومة العدو لطرده من الأرض التي احتلها، نتطوع نحن أصحاب الأرض بالتنازل عنها وجعلها حلالا له، وجعل احتلالها مشروعا وشرعيا، كما يدخل الثعبان في بيته ليهدد عياله وحرمه. فأي صفقة شيطانية هي هذه الصفقة؟ يا قومنا ليس لنا العدو إلا المقاومة، ولو وقف العدو عند حد لكان في التنازل بعض وجه، بس ما وقفش عند حد. قلنا له عمه منطقة ألف وباء وجيم، قسمنا فلسطين أول الجرائم A B C، ألف باء جيم، ألف باء جيم، ألف للسلطة الفلسطينية، باء إنا، جيم إنا وإلكم. بعدين دفشنا بكوعه من جيم، قال لي جيم إنا، قلنا له يا أخي شش خلاص، قلنا له خلاص هي صارت جيم إله وباء إله. الآن كل يوم دق 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 دق، قلنا له خواجة هذه ألف، قال لي شراب ألفك صارت هون. لا يا خواجة مش اتفقنا؟ شراب اتفقنا، اتفق تحت رجلي، فاهم؟ قلنا له أفاهم يس نشب، قلنا له حاضر ننشب. هذا عدو لا ذمة لا ضمير لا دين لا ميثاق، ما بيرجعوا شيء، وانتوا فاهمين تتغابوا لويش؟ وطبعا احنا نضحك. تضحكوا على ايش؟ تضحكوا على ايش؟ مسرى محمد هذا يا ابوه، لا الك ولا اله ولا منظمة تحرير، مش لكم مسرى محمد، كل أمة محمد ستدافع عنه إن شاء الله. التطبيع خيانة. إنما يغريه تنازلنا بالطمع في المزيد، يعني كل ما احنا ركعنا له وخنعنا له بدعس علينا بزيادة. هذا عدو بطنه أجرب جشع، كل ما شاف منا وهن وهوان بالشلود مشي اقلب وجهك، هاي الأرض أنا عجباني. عمو راح الجولان مؤامرة، هيك بقول لما زرت الجولان قلت كيف سقطت هاي؟ قلت لكم صاحبنا اللي كان معانا بأيام المقاومة ضابط الجيش السوري، قلت لكم عدت هذا 5000 مرة، دعود دعيد أذكر، قال دمرت رتل دبابات إسرائيلي وأنا بالجيش السوري. فحاكموني مختصر، أعدموا كل من كان مطلع على تسليم الجولان، قتلوه، حاكموا وعدموا أو اغتالوا، صفوهم كلهم المطلع على الخيانة. والآن قال مفاوضات سرية مع الأسد انكشفت، اليهود ما بخلوا سر عمه،
عم بتكلم عن اسرار بعض العرب بنشر غسيلكم قاعدين. هي عجي انتم بتوقعوا بنشر غسيلكم عشان تفهم مين هو عدوكم. هذا مش عدو احنا ويا في سلام. يا سلام عليكم ما شاء الله. يا قومنا ليس العدو الا المقاومه، ولو وقف عند الحدود عند حد لكان التنازل ها له بعض المعنى، لكن مش واقف العدو، وانما يغريه تنازلنا بالطمع في المزيد. هل قذف الحطب في النار يخمدها او يؤججها؟ هذا حالنا مع عدونا، نلقي في ناره حطبا ونقول عما قليل تنطفي، عما قليل تنطفي تنطفي. اي وست لها حطب وتقول هل من مزيد حجي، ولا تزداد الا اشتعالا. هل ننسى ارتكاب المجازر يا من تطبعون مجزرة دير ياسين؟ 35% من القتلى في دير ياسين نساء، 35%. باحث أجنبي اسمه ريتشارد كارلينج، وبقر بطون النساء وسلب الحلي وجردوهن من حجابهن عاريات الأقدام والرؤوس والوجوه. هذا من مثل ما قلت لك باحث أجنبي. فلسطين أمانة، هل توقف العدو عن تصريحاته بشأن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى وتهديد بالإزالة وإقامة الهيكل؟ اللي قلت لكم الهيكل مبنى فيش 10 متر مربع، وظيفة مزدوجة، محرق للبخور ببخره ومحل ذبح البقرة 5 متر، هذا هو الهيكل. بدك تزيد قبة للصخرة وتزيل الأقصى عشان محرق للبخور ومذبح للبقرة؟ ومصلوش برقصوا بهزب هذا، لا تستهزئ بالناس. أضرب تحية محتل أرضي. شفتوا منظر السوريين في إدلب؟ هذا الكلام عشته، نفس المنظر. طير الخيمة من الهواء ونقعد. طبعا قلت لك مات 4 إخوة من الثلج والبرد والجوع، وعاش اللي بيكلمكم، واحد من 5 مثل العائلة اللي احنا منها، عائلات. الفقر والمرض والبرد والجوع ونقص الدواء، بقي الضعيف. طبعا خليها على الله، خليها على الله. فإذا تبرأتم بالتطبيع وهو يهدد الجميع، أفلا يفهم من هذا إذعانكم؟ ألا يفهم موافقتكم الضمنية على تهديداته لمسرى محمد عليه الصلاة والسلام ومشاريعه التوسعية الاستيطانية الشيطانية؟ هل تغالطون الحقائق؟ ولا أقول أنفسكم، لأنكم صرفتموها وحرفتموها حتى نفوسكم تشوهت، بعدتوها عن الحق وعن حقائق الأشياء. أما علمكم درس الهدنات التي كان يستغلها في حشد القوات واستخدام الطيارين وشراء الطائرات؟ أما علمكم درس تطبيع مصر؟ شنو أخذت مصر؟ تفضل قل لي إيه مصر استفادت، إيه مين اللي أقام السد في أثيوبيا؟ قلت لكم من أول يوم وراء إسرائيل والدول العربية مولت وين ضربت مواويل أين يا ليل على النيل. واضح إخواني، دول العربية مولت مولد. شو أقول لك يا أبويا، شو أقول لك، إيش أقول لك؟ ماذا جنت سوى التراجع اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعلميا وأخلاقيا من كل الوجوه؟ وأخيرا حالا للمصريين شوفت عينك، وثقافيا ونفسيا ومنزلة دولية وعربية. هل حل الرخاء على الأردن؟ كانوا يقولون السمن والعسل، أنا حضرت تنك للطحينية والسمن والعسل، بعدين رميت تنك بالشارع صدى. طبعا لو حضرنا نفهم والله من فضل الله انه كله 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 لو كان التطبيع فيه ذرة مصلحة لكم ما شجعتكم عليه ماما امريكا. يعني ماما امريكا بتدزكم دز، يلا على التطبيع، يلا الجميع، يلا يلا كله اجمع اجمع في ساحة المدرسة، يلا كله على طابور التطبيع، يلا وسلينج
مش اللي وراه، اللي بعده اللي بعده، الدور واحد واحد صفين، يلا اللي بعده اللي بعده، النمره اللي وراه يلا. كله حيطبع حجي، اتس ماتر اوف تايم، مساله وقت، يوم بعد يوم كله حيطبع، الجميع الجميع ماشي في طريق التطبيع. يلا اخ، ماما شجعتكم، ماما امريكا لما فيها مصلحتكم، لا ماما امريكا لا تعمل لمصلحه امريكا، اسرائيل بنت امريكا. نقول يا باسط، اما تعلمتم من درس السلطه؟ هل قامت لهم دوله؟ هل اعطيت لهم سلطه؟ هل استعادوا حقا من حقوقهم؟ لا، كل يوم بتاكل قطعه من ارضهم، سلفيت بكره بعدها تلفيت، بكره بعدها دير بلوط، بكره بعدها رنتيس، بكره بعدها ما مش حيخلوا لكم يا اخ عباس. وعباس اذكى منك 100 مره يا هي، اسمع انت يا انا، عباس اذكى اشهد، لا ينقص الذكاء، لا والله اشهد انه ذكي، اشهد ودكتوراه حقيقيه اللي معه حقيقه، ومثقف اشهد، ومتكلم اشهد، وبحب الموسيقى الاسرائيليه والغناء الاسرائيلي اشهد، خلاص. ولكن اللي وقع هو وعرفات غلط، مع انهم منتهى الذكاء، منتهى العروبه والوطنيه، منتهى الثقافه وسعه الاطلاع على التاريخ والجغرافيا، وغلط اللي عملوه غلط. أليست تقضم أرض فلسطين التي لم تحتل حتى 67، تقضم كل يوم؟ هل هذه التجارب لا تكفي؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فلسطين أمانة والتطبيع خيانة. هل عرفنا عدونا؟ قال القرضاوي الله يكرمه ويحسن ختامه، من الواجب على كل ممن يحارب العدو أن يعرفه على حقيقته. مين بحارب العدو؟ ما في غير غزة، وذلك العرب يحاصرونها مش إسرائيل، العرب أولا، مصر بالذات. مصر قلت لك ضخ ماء البحر على غزة، فأصبح ماء الشرب ملوث بماء البحر يا ناس. شو بتحكي لك؟ لما كان مبارك اللي مش مبارك حاطط فولاذ، الآن أفندينا الموجود هذا مليارات، أقام سد 12 متر، دفع مليارات ليخنق غزة، بيسكر على غزة بالمئتين يوم. شو نحكي؟ بقول قرضاوي بدك تعرف عدوك على حقيقته، معرفة مستوعبة ومحيطة، محيطة بحيث يعرف أصوله وجذوره ومقومات شخصيته وأخلاقه وصفاته الأساسية ومفاهيمه وقيمه وأحلامه وطموحاته وتطلعاته، وكيف يفكر وكيف يخطط وكيف ينفذ، وبمن يستعين من الناس المستعربين والخونة من العرب، وبماذا يستعين من الوسائل، وما يجوز عنده وما لا يجوز، وما يجمع شعبه وما يفرقه، وما يملك من أسباب ذاتية ومعونات خارجية. و ذكر القرضاوي من الكتب التي تساعد على المعرفة كتاب أحلام الصهيونية وأضاليلها، وكتاب الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل لروجيه غارودي. ينقل القرضاوي عن مناحم بيغن قوله: لا حاجة مطلقا لمبادرات سلام جديدة في الشرق الأوسط، مش الأوسخ، الأوسط، ما دام لا يوجد خطر أي مجابهة بين إسرائيل وجيرانها العرب خلال المستقبل المنظور. لويش مبادرات سلام؟ في خطر من العرب؟ قلنا له لا، العرب الحمد لله كلهم راكنين، مش راكعين، لا يركعون إلا لله. الله، مدد، راكنين، خليها ماشية. فالعجز العربي هو الذي يضمن سلام إسرائيل. إسرائيل شاحك أستاذ بجامعة تل أبيب كشف النقاب عما يخبئه الإسرائيليون. إسرائيل التي يحلم بها قومه تمتد، اسمع، من سوريا ولبنان وتركيا والعراق والسعود، ما كملتش، ما قلتش دية، واليمن والكويت، سامحونا أهل الكويت، ومصر للإسكندرية، ملك إسرائيل من الفرات إلى النيل ومن الأرز إلى النخيل. حلاوتك يا أهل التطبيع، اسمعوا شاحك وش يقول لك. بس نكمل ونختم الحلقة إن شاء الله تعالى. كنا نحكي عن الاقتصاد في الأردن وأزمة اقتصادية، يلا راح.
جدار ما بعد تطبيع منظمة التحرير، أهم أهداف الجدار تهويد القدس ومصادرة أراضيها وإحاطتها بأطواق من الجدران والمستوطنات التي تخنقها وتعزلها عن محيطها. القدس تحت الاحتلال، تهويد المعالم والسكان. طبعا الضرائب، عصر الفلسطيني زي الليمونة، ضرائب ضرائب. الجدار عزل عدة مدن وقرى عن القدس: أبو ديس والعيزرية، عناتة، مخيم شعفاط، حزمة، الرام، رافات. قرى عزلت داخل الجدار، وقرى قسموها قسمين: قسم شرق الجدار وقسم غرب الجدار. انت مع عدو الشيطان بتعلم منه دورات يا حجي. الجدار سيعزل 18 قرية وبلدة فلسطينية عن القدس، مش عن وبعدين الجدار في أرضك، أرض السلطة الوطنية جدا. حلوتك أخ عباس، تسلم لي هالإيدي اللي وقعت، تسلموا لي. اكتر من أمثالكم بالثاء مش بالسين. أي خلاص. المهم الجدار في أرضك، في منطقة عازلة في أرضك، ولما ياخذ قرية حليني بقى موتها. الهجرة من القدس، طيب ستفقد القدس 90% من أراضيها، 90% من أراضي القدس راحت. عزل 617 موقعا مقدسا وأثرا حضاريا عن محيطها العربي والإسلامي. صادر الجدار 85% من أراضي بلدة الجيب، لأن قسم عناتة قسمين والسواحرة شطرين. عزل 4 قرى في جيب مغلق يعرف بجيب بير نبالة، وهناك قرى انفصل الأب عن الأسرة. الأب 21.4%، آباء انفصلوا، أمهات 12.7%، 49.7% من الأسر قالوا الوقت الذي تقضيه برا الجدار، وتطلع من الجدار وتخش من الجدار، بضيع وقته مع الحواجز، تهجير المقدسيين وتهويد السكان. الهاجس الديموغرافي لدى الاحتلال، يعني هو بده يهجر الناس وطفشهم بالتنكيد والتضييق والجدار وأكل الأرض. راحت فلسطين يا حجي، تضحكوا على مين؟ لا اسمع، قامت لنا دولة حل عني. سن قانون سنة 370 جد يحدد نسبة الفلسطينيين في مدينة القدس ب 22%. أنتم إلكم 22% من كل منطقة القدس. سامع مع عباس؟ قريت هذا الكلام؟ طبعا أنا قري قبل أن تنولد أنت، آسف الحق معاك، أنا مش فاهم شيء. طيب ولطرد العرب تخلت بلدي القدس عن تقديم خدمات لهم سوى التعكير وأساليب لا حصر لها. هذا لمحة، غرفة من بحر ما يعاني الفلسطينيون. يا من وقعتم في البير وقعتم. أحبابنا إخواننا، لا ننسى أن نقدم تحية لإخواننا الأسرى، أهل المرابطين، أهل الشهداء، المرابطون أنفسهم والمرابطات. حياكم الله، ثبتكم الله أهلنا في هذا البلد الطيب. حياكم الله من تتابعوننا أينما كنتم. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. حياكم الله، جمعنا الله دائما على مائدة القرآن والتواصي بالحق والصبر. السلام عليكم ورحمة الله.